لو سمحت يا شيخ، هل يجوز ترك صلاة، هل يجوز يعني ترك صلاة الفجر؟ يعني أنا ما ينفعش إن أنا أصلي صلاة الفجر في حالة الجنابة، في حالة الجنابة أو الغسل من الجنابة، خشية الهلاك، خشية يعني المية موجود مية، بس المية خشية يعني الواحد يخشى إن هو يتعرض لهذه المية في الوقت ده. فهل استنادا لما قام به سيدنا عمر بن العاص حينما كان يصلي ببعض الصحابة، وعن طريق وكان لم يقم بالتوضؤ ولكنه قام بالتيمم وصلى بهما، ولما حكي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعترض على ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما إذا أذنب الشخص وعجز عن الماء أو وجد الماء وخشي عن نفسه الضرر فله أن يتيمم، له أن يتيمم، لحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أنه تيمم لما أجنب، ولقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أما قصة عمرو بن العاص أنه صلى بالصحابة جنب في غزوة من الغزوات، فلما كان صلى جنبا بتيمم، فلما رجع سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فتيممت، فالسند إلى عمرو بذلك ضعيف، السند ضعيف بهذا إلى عمرو، لكن المعنى يثبت. السلام عليكم.